وحسب ما المباراة حتكون في ملعب مرسول برق وهو ملعب النصر. لا ملعب النصر. النصر زي ما ذكر التقرير يمتلك خط مقدمة على مستوى عالي. تكلم عن تاريسكا، تكلم عن أبو بكر، تكلم عن عبد الفتاح عسيري، تتكلم عن حمد الله. حمد الله. نعم. الخط الدفاع ممكن يعني لو تكلمنا عن مادو وعن عبد الإله العمري ممكن هم الاثنين غلبي خط دفاع المنتخب السعودي ايضا بيقدم مستويات كبيره. يمتلك ظهير عصري سلطان الغنام ايضا يقدم مستويات كبيره مع النصر وعلي، لكن الكل في النصر متخوف من حراسه المرمى. حراسه المرمى طبعا هي زي ما اقول هي طبعا عظم الفريق. اذا كان انت متخوف من حراسه المرمى زي تبقى مشكله، لانه الحارس لما يكون في قمه الفورمه بتاعته يا طارق بده دافع وبده صغل المدافعين، وبعدين هو الاخر واحد اخر نقطه في الملعب هو بيكتشف الاخطاء بتاعت اللاعبين وهو بينبي. اذا كان فعلا انت عند حراسه المرمى في قمه الفورمه بتاعتها انت ثاني ما عليك اي خوف. لكن زي ما ذكرت النقاط خط الدفاع خط الوسط خط الهجوم كلها زي ما اقول خطوط كلها ما شاء الله خطوط ضاربه. ولو انه تقريبا تشكيله اليوم ايمانويل بيدرو بالنسبه للاعب الكاميرون ابو بكر هو اساس منتخب الكاميرون شاهد لهم مباراه الكاس الافريقيه تقريبا حيكون موجود على بيش الاحتياط اللاعبين. نعم حيبدا بحمد الله حيلعب بحمد الله. نعم حيلعب بتاريسكا. حمد الله برضه نفس الشيء عمل في الدوري السعودي كثير ولاعب ما شاء الله بيمتلك حساسيه الاهداف وزي ما اقول لك بتاعت اهداف اصلا ما بتجيب. ولو انه بيشوفوا بعض السلبيات دائما احيانا بيشوفوا بيهدر ضربات جزاء بكل رعونه، لكن لاعب لا يستغنى عنه. لاعب زي ما اقول ما فيه اي كلام قدم مستوى كبير امام الوحده الامارات. بالضبط. نعم لاعب ماكينه بتاعت اهداف. الاطراف برضو نفس الشيء عندك الوسط نفس الشيء. لكن بالنسبه لايمانويل بيدرو حتكون اليوم مباراه بالنسبه له دي هي المباراه اول حاجه حتكون ديربي ده حتكون جلسه نبض بالنسبه له، لانه مباراه الوحده مع احترامنا الكامل الوحده الاماراتي ليس في مكانه نادي النصر. النصر ما شاء الله ما عارف ما فيه اي مكان. لكن كونه انت ايمانويل بيدرو تلعب اليوم ضد الغريم التغليد او الديربي بتاع المدينه حال حقيقي نادي الهلال قدمت حال حقيقي انت. نعم. جاوزت. وطبعا هو ايمانويل بيدرو هو كان اصلا سابقا في الدوري السعودي موجود مع انديه ثانيه في الدوري السعودي تقريبا. نعم. مع التعاون ومدخل الزكاه. نعم. ايوه فانت التعاون والوحده الامارات دي كلها غير زي ما قلت، لكن قدام الهلال دي الامتحان الحقيقي. فاليوم الناس يا اختارب موعوده بمباراه قويه ونتمنى باذن الله تعالى زي ما قلت نحن مقدما نقول للفائز مبروك والخاسر نقول له هارد لك، لانه ما في واحد خاسر.